رساله لسيد العامل يشوف من حنا هذيك الشركه دارت الممتهنات، ودابا الممتهنات الاغلبيه ما كيخدموش فيها. حنا ما طالبين حتى شي حاجه، حنا طالبين غير نخدموا، طالبين غير باش نعيشوا وليداتنا. رحنا وصلتنا الازمه، رحنا وصلتنا العظم. واش بغيتوا حتى نوليو مليوحين حنا ولادنا متشردين؟ واش بغيتوا نخرجوا ولادنا يفسدوا؟ واش بغيتوا يخرجوا ولادنا يشفروا؟ راه هادشي باش كتولي الدعاره وكيولي كيولي الكريساج. راه هادشي راه حنا ما باغينش الدوله ديالنا تضيع. اختي بعدا سمحي لينا. مرحبا خويا. ثاني حاجه ما بغيتكش انه العين ديالك تدمع ولا انه تبكي ولا شي حاجه، بقدر انه بغيت انك توصلي المعاناه ديال الاخوات بحالك اللي كانوا كيخدموا في معبر مليليا، واستبشروا خيرا وتفائلوا انهم غيخدموا في واحد المعمل في بلادهم. جبرتي من هادشي كامل؟ والو اخويا، ما لقيناش. تيقولوا لنا عطاونا الوعود، دوك الوعود ما لقينا منهم والو، حتى شي حاجه ما لقينا من دوك الوعود. حنا مكرفصين. انا بالنسبه لي انا بعت كاع حوايجي، دخلوا تشوف. راه شغن نقول لكم، راه وصلنا لواحد الحاله اللي لا يرثى لها. علاش بعتي حوايجي؟ بعت حوايجي باش نوكل ولادي. انا مولات، انا مولات الدار راه صابره عليا. راه زعما لقيت واحد مولات الدار زعما الله يعمر، هذا ماشي شي وحده اللي غادي تزيرني ولا زيراتني ولا شي. مرات كتكون عندي 100 درهم كنعطيها لها، كنقلعها من جوعي وكنعطيها لها، وكتقول لي معليش. هي شي مرات كتهبط ليا الماكله، شي مرات ما كتلقاش عندي كتهبط ليا الماكله. شحال عندك الدراري؟ عندي 4 الوليدات اللي عندي. من فوقاش ما خدمتيش؟ واه ملي تسدات مليليا، ملي تسدات مليليا صافي قالوا لنا البديل، البديل ما شفنا لا بديل لا والو. طلبتي خدمه منهم؟ مشيتي للشركه المعلومه؟ مشيت للشركه ما داوش حتى فيا، ما عطاونيش حتى وقت. سولني شحال في العمر ديالك، قلت له زايده في 78، ما عطانيش وقت، قال لي في 78 لا. أنا 78 42 سنه يعني؟ لا لا بنت 78 ما شدوش عندي حتى فوتوكوبي، ما عطاونيش حتى وقت. قلت له 78 عايشة هنا دابا كنشوف. عايشة هنا خويا. شنو هو ناوية انك تبيعي حتى هادوك ولا؟ ولا الا وصل واحد الحالة اللي غنبيع راه ضروري غنبيع. ولادك كيقراو؟ عندي جوج وليدات كيقراو، الاخرين خرجتهم. يعني عايشة في هاد البيت وفي هاد البيت هذا؟ عايشة في هاد البيت وفي هاد البيت، هو هاد البيت هذا خاوي. انت كتشوف هاد، شوفوا الحالة ديالي. شنو هي الرسالة ديالك؟ ديالي ما بغيناش حنا شي حاجه اللي ما كايناش. حنا بغينا غير نعيشوا، حنا يقلبوا لنا غير على شي حاجه فين نخدموا. حنا ما بغيناش التهريب، نقول لهم لا بغينا التهريب، لا ما بغيناش التهريب. هذاك التهريب كنا كنعيشوا منه، وين دابا ملي صافي التهريب غادي يضر الدوله ديالنا؟ حنا ما بغيناش شي حاجه اللي تضر الدوله ديالنا، وين حنا ما نضروش. ما يمكنش حنا نضروا، حنا راه حنا راه صافي راه لا اله الا الله. واش الدري صغير ملي يقول لك ماما فيا الجوع كي غادي يدير؟ انا شي مرات ولادي كنعسهم غير بالحيله باش ينعسوا، لا ما عنديش الماكله كنعسهم غير بالحيله. الخبز كارم شي مرات كنرطبو لهم وكنعطيهم ياكلوا. لا اله الا الله. ها انت شوفوا. الى هنا اخواني اخواتي، ما تنساوش تبارطاجيو وتابوناو في القناه، واضرب لكم موعد مع فيديوهات ونماذج اخرى تدمع القلب قبل العين. دائما مع الناس وأخكم مراد هربان.